خاطر المره نصور دابا شي فيديوهات والطاقه سلبيه والتلمو بصراحه خرجتها حيت فريمون داكشي كتبقاي تشوفي فيه اليوم تشوفي فيه اليوم تشوفي فيه اليوم وكتعاودي تشوفي وكتعاودي تشوفي وكتديباسي كياخذ من طاقتك دونك خاصني نهضر فيه ودابا حيدتو صافي دابا واخا حسيت براسي عيت الوغ هادو هما الناس اللي خاصنا نشجعوهم هادو هما الناس اللي خاصهم يطلعوا للطوندونس هادو هما الناس اللي خاصهم يبانوا هادو هما الناس اللي يستاهلوا انهم يكونوا مفتخرين حنا بهم كمغاربه انه كيفاش فكر يعاون الناس قالك ما بغيتش والو بغيت الله يرحم لك الوالدين الناس هادشي اللي غتشوفوا اليوم ما كنتش ناويه نهضر فيه بتاتا ولا كنت ناويه نتطرق ليه ولا كان في بالي راه غتشوفوا لانترو اولا المقدمه اللي درت لكم في الشكل وهداكشي اللي غتشوفوا في الباقي الفيديو راه ما كنتش ناويه بتاتا سو قبلوا عذروا راكم كتعرفوا الواحد فاش كيرياجي وكي الفيت بيل كاس وكيبدا يهضر في شي مواضيع كيطرق بزاف المواضيع فغتشوفوني دخلت وخرجت بلا درا اتس اوكي ماشي مشكل قبلوا وصافي حيت بعفويه غنخليه هكاك ما غنمونطي ما والو بونجور زلاتي سلام كيف دايرين لاباس ليكم كلشي اموركم تمام شويه البنات الصات 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 والجو في نفس الوقت مزموت كيف ما كتشوفوا معايا فين غتشوفوا قولوا لي المهم برا مزموت وهاد الوقيته ديال السبعة واقيلا عندك كتبدا تطلع الشميشه وفي نفس الوقت الغمام هاد تقولوا الشتا غادي تصب الجو ما نعمشيكم كئيب للغايه عرفتي الصهد الصهد تاع بصح المهم بنات فيديو جديد روتين جديد نهار جديد بقى ما عارفه شنو غيكون فيه شنو غندير لكم حتى نعرف ونقرر ونقول لكم شنو غيكون فيه فكيف ما كتشوفوا قلت ما حد بقى شويه الاضاءه ندير لانترو لان بعد ما كنقرر سلسله الاضاءه وكنعجز نمشي نجيب رينغ لايت كنعجز ندير اضاءه وكنصور هكاك وصافي وبعد ما كنصور هكاك كندير بالناقص فقلت ما حد باقي الاضاءه ندير لانترو ونشوف شنو غادي نقدر نشارك معكم اليوم طبعا شنو غنخدو نديرو شي ماسك شي وصفه شي حاجه علاش ما نديرش لانترو بلا نصحصحو ما ماشي صحصحو زعما نفكر شنو نقدر نديرو كوصفه بالي بزاف الوصفات ولكن عاكزها حتى الصهد كيطحطح هاني ديما عز على الزحام واللصقه كتكوني كتصور عندك تجي تمخشسوك وتجلس فيك تجلس عندك زعما كيعجبها تجلس عندي وانا ولفت هاد القديم اللي كانت صغيره قالت لي ماما تكبرات دابا عاد كتقول لها المهم بنات انتما معايا نجيبو شنو غيقدر يكون في هذا الفيديو هذا وهاني باغا تقول لكم هاي يلا ملي كتزحمي يلا قولي لهم هاي عندي واحد الفيديو هاني كترضعوا وليداتها حطيته في قناتها الا بغيتو تشوفوه نحطو لكم في قناتها هنا تموتوا بالضحك بسكينه شوف تبارك الله ما شاء الله رجعتي الصحيحه ديالك مامي ما مسالك يا دريم باي تنشوفكم في هنا شويه وين ماي بيبي ولا عوينات هادو ماغو مني جايبه هاد العوينات لونا جايب عويناتك باهم عينيهم كحلي عينيه كحلي او ماي جاد يلا خليكم معايا ونتلاقاو من هنا شويه ونشوفوا شنو غادي نديرو ونهاركم مبروك و حاولوا تقزوا شويه بالدار ما تخرجوش ماشي صافي تلقوا لنا اللعب خرج عرفتي الدنيا كلها عامره فين ما مشيتي ها بزاف ديروا بحساب ان داك العام وقع هكا مع العيد وهي فاش رفعوا عاوتاني الحالات فردوا البال يلا سي يو باي بنات بغيت نهضر في واحد الموضوع اللي هو موضوع الساعه الصراحه قلا غنهضر في هذا الموضوع بلا روتيني بلا طياب بلا سكين كير روتين بلا حتى شي حاجه موضوع اللي هو داير ضجه هاد الايامات ديال اي واحد وقع عليه شي كارثه وقع عليه شي حادثه الله يستر كيهز التليفون وبرك يصور واش من نيتكم قولوا لي واش من نيتكم انا بغيت نعرف هذوك الناس اللي كيكونوا في داك الوضع وفي ديك الظروف وكيجيهم خاطر انا دابا كنهضر مع ماما وكنتفرجوا في واحد الفيديو كلا سعدات وكلا انا عيد ميلاد لي بوجد تيلمون جايبين خدامه جايبين المراه اللي كتعاون يعني اللي كطيب اللي كتدير جايبينها ومع ذلك لقيت راسي واحد الوقيته طالعه نازله ما عقلت لا على عيد ميلاد لاحظتوا الفلوق ديال عيد ميلاد انني صورت لكم غير داكشي التحضيرات مي داك الفرح وداك ديال انني جالسين وهذا ما لقيت راسي ما مصورش لان ما يمكنش كتكوني انتيا مديره ما يمكنش مدعوقه مع دراري صغار مع الضياف مع الناس مع انك لكم كاينين اللي مقابلين الشغل وضروري كتلقاي راسك انت خصك توقفي على شغلك راسك وضروري ما كيكونش عندك الخاطر الا بيان سور قلت لماما قلت لها حنا دايرين فرح وخاسني فلوس وما عرفت شنو وما كديرش اول حاجه خاصك تصوري حنا عندنا العائله خاص كاين اللي كيقول لك لا صوريني ولكن حطي ايموجي ولكن ما تبينيش وجهي ما يمكنش صور درت بالناقص درت بالناقص ما حتى ديك اصلا الامبيونس ما كانتش عندنا بزاف ما صافي ما كيبقاش عندك الخاطر كتقولي صافي عيد ميلاد دايرين واحد الدراري صغار خلي الدراري صغار قلت ماما المره الجايه نديرو في الزنقه ونجيبو اللي خدموا علينا في الزنقه في ريستورون وهذا ونفرحوا راسنا ونصوروا راسنا وسالينا حيت فريمون لقيت راسي ما عقلنا على حتى شي حاجه ما فرحناش يعني اوكي دايرين الدراري صغار ولكن قلت لكم بغات اللي بدرنا هنا في البحر راكم ميم جاو الناس
اللي باكر عيد ميلادها حنا كنا في الكابانو، قلنا لها واش نديروه ليك هنا في البحر، قالت لنا انا بغيت فاميلي بيبل ونينينين انا نان، قلت لها تحبي برا بحال هنا، هنا راه واخا تعرض على الناس راه ماشي داك حيت برا عندهم لومبيونس، عيد ميلاد دراري صغار تقدر ديروا ليها في المدرسه، ديروا ليها في شي بلاصه اللي كيكون جمعوا فيها دراري صغار وكيفرحوا غير دراري صغار، وما كاينش داك صداع الراس ديال الناس الكبار، اصلا الناس الكبار ما غاديش يفرحوا مع دراري صغار لان الناس الكبار ما غاديش يلعبوا مع دراري صغار. الوغ هي كانت باغا داك الجو ديال اللعب وهذا، كتسحب عندنا العائله كبيره تبارك الله ما شاء الله، ما عندناش حنا اصلا دراري صغار. وماما قلت لها انا كنت درناها في البحر والله حتى كنت تلقى الناس جايين تما دوك اللي حدانا في الكبانو ينشطوا معنا كره، بعدا حسينا بواحد لومبيونس حسن. الوغ ما كما قلت لكم وما كانش عندنا الوقت، هذا فرح 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 البنات، ما عرفتش اذا دارت شفتوا شنو قلت لكم الجو على فجاه كيقلب يتغمم، قلت لكم تخيلوا هذا فرح وما كانش عندنا يعني ما عطيتوش واحد الاهميه، لا راح ترجعوا فيديوهات غير دوك الفلوغات ديال عيد ميلادات ما تلقاوش مصوره شي حاجه، كاين شي حاجه تشدهم بالطول، كاين شي حاجه تشدهم تخربيقه، وتيلمو هذا ما خصنيش نبين الناس درت شي فيديوهات ما حطيتهمش ما نزلتهمش مسحتهم كاع، يعني ما بالك بالناس اللي عندهم حوادث اللي ميت ليهم شي حد واللي وقع ليهم شي حد لي ولد هذاك النار ما عاد مفرشخ وقاسس الصو، انا كلبي داك النار ياك شتوني كلبي وقع لي داك الشيء مع الغدا ولقيت راسي ما عنديش المورال تيلمو بقى راسي موسوس معاه، وكنقول دابا الوقت باش تنزلي تخرجي طيري بيه الفيتيرينا خاصك طاكسي اللي غينزلك اختي ما كانتش، يعني خاصني غير باش انا في ديك الساعه مخلوعه علي ودماغي كيفكر صافي جاتني واحد الدوخه واحد الرضه حاشاكم تيلمو بالخلعه وداكشي جاتني واحد معيله مغديه وخلعه نفسي لعات عليا وحسيت بالدوخه وغنرد وداكشي كامل نهار كامل وانا مشطونه معاه، وفي اللي شفتوني طلعت فيديو قصير قلت لكم ما غاديش ندير حتى شي حاجه، كنت ناويه ندير لكم واحد الفلوغ ماشي فلوغ ناويه نصور فيديو ندير واحد العيبه واحد الوصفه، ما بقاش عندي المورال ما بقاش عندي المورال باش ندير معاه باش نصور ونطلع الفيديو ندير، وهما يا اختي هازين واش من نيتكم واش من نيتكم ولا اللي غادي تدفن بنت هذاك واش يا اختي من نيتك، الدريه راه ملائكه راه غادا داجا نيشان غادا للجنه، ما كاينلاش ديري داك بروباغاندا طويله عريضه وفي المقبره، ما هذا ما هذا ما هذا، شوهتونا شوهتونا. لا ومني علق عليهم واحد ما عجبهمش الحال قلت له سعدات الله يعطيني من نفسه ما قدك عاي قدك انا كلابي كلابي، لو وقعت لي ما راكش شتو عقلت ولا كنتو عقلت شوف فاش جاني، كنا درنا ليها لوبيراسيون درنا ليها ستيريليزيناها وقع لي هذاك المشكل اللي الكامل وانا اكثر وانا كنبقى سهرانه معاها وما نعاودش لكمش كانت كتبقى تطلق داك الدمايات وداك الشيء في البيت عندي وكل ساعه نبدا نشفف معاها وكل ساعه وما كنعش وخايفه عليها اون بليس، هذا حيوان كنهضر كنعطيكم اكزامبل انه كلبتي كلابي كلابي كيوقع لي هادشي اش كيوقع لي انا ما كيبقاش عندي دماغي كيتوقف كيتبلوكا صافي كتشدني واحد ديك البانيك ديال ان غتوقع لي شي حاجه بحال راه ولدي راه ولدي اصلا، لان راه اللي كتصرفي عليهم راه واقيلا الوالدين ما كيصرفوش على ولادهم، يعني ديك الخلعه وداك الوقت ديال ان غنهز التليفون وبرك نصور وندير فيلم تقدر تقول لي وانت راه حيوان ماشي بحال وراه حيت حيوان وما كنعطيش ما كنديرش داك الشوهات ونهز فيديو نبقى نصور ويوقع لي، تخيلي ما بالك وحده ولدها ولا هذا بنتها ولا ما عرفت شنو يهزوا التليفون واش من نيتكم، انا ميرسال جمجمه ولا ما. لا بيرسوناليتي فورت انا جوست بي فورت وماشي غير فورت بزاف كاع لواحد الدرجه اللي ما تخيليهاش، ولكن كاينه واحد الحاجه كتبقى الكبده ديالك كتشوى كتشوى على ولدك كتشوى على كلبك كتشوى على شي حد عزيز عليك، هذيك راه ما عندها علاقه لا بيرسوناليتي فورت ولا بيرسوناليتي فيبل، ما عندهاش علاقه بشخصيه قويه ولا شخصيه ضعيفه، عندها علاقه انك واش كتموتي على داك الشخص تبغيه على ديك الدرجه. انا كلبتي كلبتي واقسم بالله اللي كيعرفني راه دابا يكتبها في كومونتير، يا ما كنسافر يا ما كنمشيش بلاصه على ودهم، الا ما كانتش بلاصه اللي غادي يمشيو معايا فيها ويجيو معايا فيها ويبقاو قدامي حاضيهم بالناقص اختي انا من ديك التصفيره، يا ما اختي جات لي بلايص واعرين قالت لنا نمشيو نخيمو فيهم نمشيو نجلسو فيهم، ولكن ممنوع كلاب تيلمو قالت لي نشوفو الفيتيرينير الليله كتحطيها عندهم واش ب 100 درهم ولا مع 90 درهم الليله باش يقابلها لي، قلت لها انا ما نعطاش واخا تكون تفابور ما نخليش كلبتي انا عند فيتيرينير ولا عند شي حد، اوكي برا مسؤوليه عندهم هاد القضيه ديال انك الا كنتي مسافره غتخرجي ولا هذا تخلي كلبك عندهم كيقابلوه ليك كيخرجوه كيديروا كل شيء معاه، هنا ما يمكنش واخا غتخلصي فيتيرينير غيقابلو لك وغير تخلي غادي غيسد عليه فواحد الكاج، راه واحد الكاج هذا كاين المبيت ديالو تسمع لك مخلصه اوطيل لكلبك ومخلياه باش يدير، وكلبي كنقول لكم وما كنخليش وما كنمشيش
ما قديش على ولاد ما تولدوهمش، ما قديش تجيبي ليهم بيبي سيتر. سيري حبيبه تخدمي على مستقبلك وعلى مشروعك وعلى حياتك، وتولي عندك امكانيه تجيبي لهم بيبي سيتر اللي تقابليها، ولا تدخليهم الكريش اللي واعره اللي عندك، اش خليها كاميرا سيرفيونس اللي تقاي مقابلها تشوفيهم واش كيفاش كيتعاملوا. عاد بلزي عاد ولدي وانت مخليها ولادك في كيدورو كيتسركحوا. يا اختي شنو نقول لكم، او ماي جاد، زعما الله يعطينا من نفسكم غير شويه وحق الله، اقسم بالله الا عطينا من نفسكم قد دوكا سعداتكم. انا كنقول سعداتكم، عرفتوا علاش؟ لان انا كنعاني مع كلابي. كلابي ما كنخرجش وما كنسافرش وما كنمشي حتى شي بلاصه الا ما عنديش فين نديهم معايا. كندير بالناقص، كندير من كنقول ما عندي ما ندير بهذا الخروج، انا الا كلبي ما غاديش يكون معايا، حيت ما نقدرش نامنه على حتى شي حد. شي حد ما بالكم وحده كيسخى عليها ولدها تخلي باش تمشي تقابل شغلها ولا تجري على مستقبلها ولا تقول لك طرفت الخبز ولا ما طرفت الخبز. صاحبتي سوري، لا انت ولا دوك الناس اللي عندهم مشاكل ميت اللي مشي حد وكتلقايها هازه كاميرا وكتصور بالديتاي، انت في مأساة. وحده ماتت وحده باقا بين الحياه والموت، وانت اصلا مريضه وعندك الخاطر تدخلي تلي في انستغرام ولا تدخلي تصوري فيديو ولا تهزي ستوري ولا انا دابا ما عندي ما يدير وما كنلقاش على المرات نهز فيديو نصور كندير بالناقص. حتى للدرجه وليتو ميتين على الفلوس الادسنس، حتى للدرجه ولات عندكم طوندونس بالشوهات وبالمآسي وبالفضائح سهله عندكم، ان اجي ندير باش نطلع طوندونس بفضيحه بشوهه باش يولي اللي يسوى واللي ما يسواش كيعيركم، باش يولي اللي مجرب واللي ما مجربش كيعيركم، وتجي تقول لك ما جربتوش كبدات الشيه، ما جرب يا ما اختي تشوينه، يا ما مشات تشوينه، راه حلت حل الساعه مش عارفه اختي في الجنه، عارفه اختي مشات ملاك ملاك. انا كنقول لها ملاك، ومع ذلك اللي كيشوفك راه كيقول لها صافي راه ما عاد سميتو، ولكن حتى حد ما كيعلم شنو بالداخل ديالك. وهداك الشيء ما عمرني ما درت فيه، ما عمرني ما غنهز التليفون ولا نبدا ندير فيه مقصه على دراما وعليها وكيفاش ماتت وشنو المرض وشنو كذا وشنو كذا وشنو السبب ولا شنو. عمرني وعمرني ما غنديرها، وما كاينش لاش اصلا ديروا من حياتكم هي اصلا ماساه وديروا منها افلام. بغيتي ديري اوكي ديري فيديو حتى حدا ما غيمنعك، ولكن غتسناو حتى تفوت ديك الوقيته. راه لا يعقل انك انت بين الحياه والموت وهز التليفون انتي ولا راجلك ولا خوك ولا جدك وكتصور في داك الشيء، راه امبوس. واش كيكون عندك العقل تهزي التليفون؟ كنقول لكم انا شحال من حاجه فرح كيكون ولا هذا، ما كيكونش عندك الوقت تهزي التليفون. حتى للدرجه الفلوس ولاو كيخليوكم تسمحوا في كل شيء وتهزوا التليفون وتصوروا. وهذا الشيء راه ماشي غير المشاهير ديال السوشيال ميديا ولا هذا، راه دابا ولا ايفريوير كيكم، راه ولا عادي ولا بحال شي حاجه طبيعيه ان الواحد بنت كتسرق في الزنقه كتقتل، الدري كيتقتل ولا كيتكريسا ولا اللي كان، كتلقاي الناس كيتفرجوا كيجبدوا التليفون وبقاو يصور اوكي عادي بحال ما كاين والو، بحال شي حاجه كيتفرج في شي فيستيفال ولا شي حاجه وكيصور عادي بحال ما كاين والو. اوكي عادي عاود ما يعيط البوليس ولا يدخل ولا يدير شي حاجه، لا جبت التليفون وبقى نصور. ولاو المغاربه طالعين التوندونس بالتفاهات، المحتوى اللي خاصو يكون ما كاينش، ومشكل كتلقاي الناس كيعيروا في هذا الشيء وما حاملينوش وكيدخلوا يتفرجوا فيه. هذه حاجه من الحاجات اللي كتخليهم هما اصلا يطلعوا للطوندونس، ينتقدوك ويعيروك ما حاملينش داكشي اللي كديري، ولكن كيدخلوا يتفرجوا فيك باش كيطلعوا للمشاهدات وكتطلع للطوندونس بالتفاهه. شوفوا غير الفرق بين المحتوى ديال الاجانب مع المحتوى بلا الاجانب، شوفوا العرب اللي في الدول العربيه واخا حتى مو محتوى تافه، انما كوميم كتلقاي على الاقل دير لك شي حاجه على الاقل غتفرجي فيها اللي ضحكي وفيها غير 10 دقائق 12 دقيقه ماكسيموم ما كيفوتوهاش. وحده كدير لك 27 دقيقه 30 دقيقه ساعه ساعتين فيديو كل ساعتين كل ساعه كل نهار فيه تفاهه مجبد فيه تخربيقه. بلا ما نهضروا على ديك الظواهر ديال الغنى اللي غتبدا تبان، ديال الغنى الحقير البيئه، الغنى بيئه اللي بغاو ينقلوا فكره انهم داروها اجانب وداروها العرب ديال دبي وديال الدول العربيه، انه خاص هذيك راه شركه انتاج هي اللي فرضت عليهم انهم يديروا اغنيه لديك الشركه بلا ما نذكروا اسمها، باش كيديروا كبلوجرز او كانفلونسر معروفين برا كيداروا لهم هذيك القضيه، ماشي هما من دايتهم راسهم باش نغني اغنيه خريبيقه زريبيقه. وات او ماي جاد، صافي خليوني زكزا انا راه عرفت شنو هذا الموضوع، راه يومين وانا كندير فيه وسخصو مع جمع الحديث اللي وقع فيه ميلانو وداكشي. قلت انا جامي لي هاد اليامات كامل كنقول واش هادو ما عندهمش العقل،
اوكي كنقول ممكن عادي، ممكن باغا مسكينه دوك الفلوس، محتاجه دوك الفلوس ديال دوك المشاهدات، هما اللي غيعتقوا لها الموقف، هما اللي غادي يقدوا يفكوا لها ديك الجرنه، هما اللي غيقدوا يعني يصوفيو لها ولدها اللي في الكلينيك، ما عندها ما ملزومه انها دير داك الفيديو باش تعيش باش تاكل. الرجاله يا ربي تسمح لي، ولا هما كيصرفوا عليهم من اليوتيوب. كنقول الحسن العوان يمكن مضطره يمكن مضطره. اوكي ولكن حنا مش مضطرين اننا نشوفوا دوك التفاهات ونشوفوهم واصلين طوندونس ومتشوهيننا في العالم، مضطريش حنا نشوفوا دوك التفاهات. لو الواعر عندنا ملي كينتقد شي حد كينوضوا يبقاو يجاوبوا فيه ويزيدوا يجاوبوا فيه ويزيدوا يجاوبوا فيه، وحنا فضيحتنا كتنشر بالعلالي. اوكي دونك انا هاد الموضوع ما كنتش باغي نهضر فيه، وشتو دازت سيمانه وكثر والناس هضروا كلهم، ولكن انا دابا مني كنت كنتفرج واحد الفيديو ويلا كنقول لكم غنوض نشوف اش غندير، ونقول علاش هاد الموضوع خاصني نهضر فيه، حيت فريمون ما كاينش داعي انا كيتهزي اختي تليفون ولا خويا وتصور توقعتي. لا راه كنا كندوزو في مآسي، كنا كندوزو في حوادث، وكنا كندوزو في كوارث وما عرفت شنو، وحاجه لما كانت تستدعي انك تهز التليفون وتصور نصور شي حاجه من حقي نصورها الا كانت كتوقع في الدرب، مع ان قررنا لان من اخر مره فاش رفعنا دعوه على هذاك الشمكاره ديال الدرب وصقعوا بزاف المشاكل وسير واجي وتسخسيخ، مع ان عندنا امكانيات وعندنا اللي وقفوا وعندنا الحمد لله اللي بزاف الحوايج، ولكن حتى لحد الساعه باقي كيجي واحد الهضرات ما عندكش الحق تصور. الا من عندي الحق نصور قدام داري، عندي الحق نصور، عندي الحق انني نصور جريمه هذيك كتوقع، خاصني اثبات، خاصني بروف، عندي الحق نصور. لا الواعره كيقتلوني دوك اللي كيجيو يدافعوا، ما حقكش تصوريهم، لا من حقي نصورهم قدام داري قدام بابي قدام طوموبيلتي نصور. عندك قصديره ودايره على فيلم قصديره هذيك الحيوان عندك انت رونج روفر شي حاجه، رونج روفر ركبنا فيها حنايا ولا لاند روفر ركبنا حنا، وباقي كنرضعوا باقي كنديروا ليكوش حنا راكبين في باقي كاع ما كتعرف تقرا سميتها. اوكي وهذيك الطوموبيل اللي كتبان لكم كيقول لكم صديح انت فعلا طوموبيل تختفى، واحد سميتو هذاك اللي كيقول لي خان يا 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 غبي، هذيك راه كتدخل كان مولاها اللي شرتها عند اختي، كيدخل بها كيدير بها السرف، كيدخل كتدخل البحر هذيك تجيب. هذوك الطوموبيلات انت ما ماشي مستواك باش تكون مثقف عليهم، سير خليك مع الطوموبيلات الصغار او الرانج روفر اللي ولاو دابا كلشي راكبين فيها. عندك انت شي حاجه كانت رونج شي حاجه والحمد لله ركبنا فيها، باقا ما ضيعاش كاع وقال في المغرب بزاف حيت بابا كان خدام فيها وكانت عنده. اوكي دونك رونج انا ركبه فيها وانا باقا غير كنرضع صبعي، هادي وحده. اوكي ثاني حاجه كنجاوب دابا نجاوب كلشي في مره بلا ما حتى انا نبقى ندير، حيت فريمون بعض المرات كيخليوك تولي تافهه بحالهم باش تجاوبيهم بحال هاد الاجوبه وتجاوبي بحال هاد التفاهات، انما راكم عيقتو وقوقتو. والمشكله ان البنادم كيتسخسخ، انا راه كنخسر فلوس في قناتي، انا راه خسرت في قناتي في اليوتيوب وانا كنخسر عليها، انا كنمول قناتي باش نحط فيديو عادي باش نمشي نشري. راكم شفتوا المولات اللي كنت كنشري والمصاريف اللي كنخسر باش كنتقدى باش كنصيب وصفه ولا نصيب لكم كيك ديزاين اللي كيكون داكشي عالمي كيكون بروفيسيونيل كيكون شي حاجه واعره. ما نتوما ما كتبغيوش داكشي، كتبغيو التخربيق والتفاهه والزباله، كيعجبكم تفرجوا فيه وكيعجبكم ديروا الناس اللي كيديروا محتويات زوينين، ما كيعجبكمش تفرجوا فيهم، كيعجبكم تدخلوا تفرجوا في هذيك، عارفين حقيره، عارفين مستواها بيئه، عارفينها دون، عارفينها ما كتعرفش حتى تهضر، وكتدخلوا تفرجوا فيها وكتدخلوا تعاونوهم تطلعوا للمشاهده. وشوفوا الاخر نقولوا محتوى عندنا في المغرب، في المغرب ما كاينش نو، راه نتوما اللي كتعطيو مستوى بحال هذوك النوعيات، انهم يزيدوا يكملوا في داك الطريق اللي هما غاديين فيه وديك التفاهه اللي هما غاديين فيها. الوغ كنوليو حنا مضطرين بعد ما نكونوا تافهين حنايا باش نقدوا حنا نقادوا قناتي، حيت انا قناتي كنصرف عليها، انا نبغيها تطلع، انما ما بغيهاش تطلع بالتفاهات والتخربوق. كنا عندنا مآسي، كنا عندنا بزاف الحاجات اللي تقدري تصوريها وديري بها فيلم وتطلبي بها مشاعر طوندونس في المغرب، وتا واحد ما غادي ينزل داك المستوى. ماشي اي حادثة وقعت لي في حياتي ولا كارثة وقعت لي في حياتي ولا مشكل ولا هذا غنوض ندير به فيديو ونوض ندير به فيلم. وشويه وعاو شويه وعاو شويه وعاو، اوكي شويه وعاو شويه، بغينا نتفرجوا شي حاجه نستافدوا منها، شي حاجه اللي على الاقل غنقول واو خرجت من هذا الفيديو على الاقل بواحد الحاجه تفيدني، على الاقل هذا الفيديو عرفت شي حاجه ما كنتش عارفاها. ماشي غتخربيق وتفاهه، ما نو كومنت بصراحه، نو كومنت، انما نحط شويه مره نقطع على الحروف، واخا ما كندخلش في الموضوع كيف ما كتشوفوني، كنعطيكم غير شويه كنجاوب هنا وهنا وهنا، مي الا جيت نجاوب كاع هذوك اللي كيبقاو مساكنه داويين في داوي في الخاوي ولا ماش كيقولوا ليه، غادي نعطيكم علاش الدورو. انا راه ما عنديش نجي على لي زابوني، انا راه بلوك بلوك بلوك، انا بلوك بلوك بلوك
ما كنعطيكمش فرصه. اللي رشقت لي عليه كان لقاني مزاجي رايق، كنجاوبو وكنعطيه مستوى ديالي ووري المستوى اللي هو فيه، وكنعطيه بالفن، وكنكون انا عارفه راسي انني ضاحكه عليه وانا كنجاوبو في داك الكومنت. واللي ما كتديش ما كنخسرش عليها كاع نجاوبها، كندير لها بلوك ديليت بلوك ديليت. الناس كيقلبوا عليا زعما انا كنجري عليهم، كان بلوك بلوك بلوك، حيت ما عندي ما ندير بدك صداع الراس. يتفرجوا فيا غا 10 والناس نقيين وزوينين، حسن ليا من داك بوزبل الخاوي تافه. حيت انا ما نطلعش قناه باش غدا واحد يجي بدي. كنشوف بزاف اليوتيوبرز دابا كيطلعوا كتبدا مسكينه كتبرر راسها، كيدخلوا لها في حياتها، بنتك دارت، بنتك لبست، علاش وريتي راجلك، راجلك اش كيدير، راجلك كتصرفي عليه، راجلك هو اللي كيوكلك، راجلك جابتي ليه، درتي ليه، دفعتي، يدخلوا لها في حياتها، يدخلوا لها في ولادها، يدخلوا لها في لبسها، يدخلوا لها في هدرتها، يدخلوا لها في كلشي، وكتبقى هي تبقى تبرر حيت كيشوفوها. انا ما عندي اختي ما ندير بديك المشاهده ديال الدرهم ديالك، درهم درهم المشاهده اللي غادي مش كاملش درهم، ما كاملش درهم. راه خاصكم تعرفوا ان واحد الحاجه في المغرب المشاهده عندنا يعني الفيو واحد راه ما كيجيبش درهم، قال 10 دريال ما كيجيبهاش. على غلاش انا نبرر راسي ولا نبرر حياتي لوحده؟ ما عندها باش تفيدني. خلي اختي ديك درهم عندك وخلي ديك الفيوز عندك وسيري خبي ديك 10 درهم ديال الكونيكسيون اللي دايره خليها ليك. اوكي ما عندي ما ندير بها. الا غتبداي تدخلي باش تبداي تعيري ولا تنتقدي ولا هذا، انا حره حتى حد ما يديروا. انا قناتي انا اللي كنصرف عليها، ندير فيها اللي بغيت، انا حره ننزل فيها اللي بغيت. بحال اليوم شقات لي انني ننزل لك فيديو ندوي فيه على كاع بوزبال اللي شحال هو طالع عليا هنايا. درت فيديو ما كنتش ناويه نديرو، راكم شفتوني درت لانترو وغنخليها لانترو كديره. انا يلا ناويه غنشوف شنو غادي ندير من وصفه ولا من طلعت انه بالصدفه كنشوف دوك الفيديوهات ودوك الشيء في السوشيال ميديا في الانستغرام وداك الشيء اللي واقع اللي كينتقد اللي كينتقد. انا من حقكم من حقهم من حقهم ينتقدوكم. واش نتوما كتطلعوا تصوروا شي حوايج اللي ما خصهمش يتصوروا في وقت اللي الناس اصلا دماغهم ما كيكونش عندهم البال؟ انا ما يكونش عندي الخاطر نهز التليفون نصور شي حاجه انا وقع عليا. انا ديك الساعه كيكون دماغك مرفوع، راه امبوسيبل تقولي لي شخصيتك قويه كتنقدي الموقف. اه كنقد الموقف ولكن ما يكونش عندي الوقت باش نهز التليفون ونصور. Are you crazy? Are you crazy? انتي تهزي التليفون تقولي لي حيت بوكس بيرسوناليتي فورت، انا قويه خاصني نهز نعتق الموقف وعاد انا عتقت الموقف داك النار ميلانو كنغوت كنقول لهم ايدي هازه وما قديتش ندير. وفي نفس الوقت انا كنقولها لماما وبابا وفي نفس الوقت دماغي خدام خاصني نخرج غير باش نشد الطاكسي اختي ما كايناش وباش يهزني انا وكلبي ما غاديش يبغي يوقف لك طاكسي. ديك الساعه انا دماغي خدام ماشي مشيت هزيت التليفون وكاسه كنصور ماسات. وفي ديك الساعه اصلا ني ساليت عاد جاتني الدوخه حيت كنت في الشمس برا في الطيراس عنده كنت يلا واكلين الكسكسو هذا دخت جيت طيخه دخلت للدار عرفتي ديك اللي صافي الشمس ضربات فيك كيولي كلشي كيدوخه ورد حشاكم هادي بالخلعه. اه ماين باش نهز التليفون برك نصور نقول انا بيرسوناليتي قويه وحيت انايا انا راه ما كاينش قوه من وقال الحمد لله خارجين البابا ربنا خلى رجاله ماشي بنات وكنقولها وكنعاود 20 في مره ولكن ماشي الدرجه انني نهز التليفون برك نصور في داكشي اللي واقع. حيت ديك الساعه راه غنكون ماشي عندي بيرسوناليتي فورت، غيكون عنديش القلب ما عنديش القلب، غيكون ديك الساعه قلبي ميت باش انني نهز نصور ولدي طايح من البالكون ولا مهرسه لي جمجمه وكاسه ما وقع لي والو غير جمجمه مهرسه ولا ما عرفتش قالت معتبر لي كان. الاخرى اللي دفنات بنتها هذيك ما عجباش بحال انها صحفي معروف في المغرب انتقدها ما عجباش الحال. لا حبيبتي خصو يعجبك الحال حيت انت اللي درتي داكشي لراسك. اوكي انت اللي حطيتي راسك انهم ينتقدوك. حنا راه عندنا خونا ميت من غير اختي الصغيره اللي ميته 17 عام بقى ما كملاتش كان باقي لها شي جوج سيمانات على عيد ميلادها من غير اختي الصغيره اللي ميته. عندنا خونا صغير تزاد مات ما شفناش حنا، شافو بابا الوحيد اللي مشى دفنو وما شفناش لا حنا لا ماما. تزاد ميت كي تولد كان عارفينو اصلا غيتزاد خاص ماما ديك الساعه كان خاصها دير عمليه باش صافي غادي معروف انه غيتزاد غيمشي تدفن. ما شفنا لا حنا لا ماما، هزو بابا مشى دفنو عادي عادي حيت هذاك تزاد ملاك ملاك غادي نيشان الجنه يعني ما كايناش نديرو عليه فيلم وخويا ومات بنتي ولا ولدي مات ودفنت وتصوري ما دفن وتصوري ولا ما نزيدوش فيه ما تزيدوش فيه. واصلا حنا راه ما ناقصناش مآسي وما ناقصناش لا في اللي في الواحد راه كافي ما ناقصوش افلام دراما دراما كوين ما ناقصناش في حياتنا بليز صافي ستوبيو. بالنسبه لسميتو عجبتني اميمه تبارك الله عليها شحال وهي امها مريضه الله يشافيها ليها. حيت كاين كاين كيبان لك اللي كيكون حازن ملي كيكون باغي يدير البوز باش يطلع الموجه ويطلع بافلام باش يطلع يدخل فلوس ادسنس. السيده اللي عندها القلب على امها
راهي كتعالج ما وعندها تيومور وعندها عمليه صعيبه يمكن كاع من داكشي اللي واقع من داك الحزق كامل وجامعه وطاويه تا وصلت الامور بخير وخير عاد خرجت فيديوهات اوكي من حقك تخرجي فيديو صوري ولا خلي خوتك يصوروا ولا شي حد في العائله يصور ويخلي فيديوهات تدوز الامور والهدا الواحد وكيكون عنده صافي يعني برد كما كنقولوا عاد نزلي فيديوهات ماشي ديك الساعه ستوريات وفيديوهات وحكه راه كنديرهم وماشي دابا نزلتهم حتى لا حبيبتي لا 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 ما فريمون واحد لقيتها كتشوفي وكتسكتي كتشوفي وكتسكتي كتشوفي ولكن ملي كيوصل داك واحد الحد والله ما كان في بالي نهضر وكيتعرفوني ملي كنهضر ما كنسكتش ما عرفتش هاد الفيديو شحال فيه من دقيقه غنزلوه هكاك هادوك حسن مني نو ما حسن مني حتى واحد غنزلوها على الاقل انا قناتي خاسره على انا فلوس انا كنخسر على قناتي فلوس انا كنخسر على قناتي فلوس على الاقل خاصني نحط انا فيديو وافتخر ماشي انا كنمشي نحط فيديو باش نتسنى يجيب ليا فلوس انا كنحط فلوس في قناتي في اليوتيوب دونك انا اللي من حقي نحط هذا الفيديو اصلا فيه حتى 30 ساعه لا ماشي مشكل تفرجوا كل نهار في ساعه نو غتكون فيه جوبون شي 27 دقيقه ماكسيموم 30 دقيقه يلا البنات والله تتعصب تضرني راسي حيت فريمون كتجيبي شي حوايج انسيبورتابل سكتي عليهم فريمون ما تالمون ما غنحيد لا مونتاج ما كاينش اللي درت شي غلط راه حيت معني كتعصبي كتغياجي والله ما بقيت كنعرفها فامي وما قال يلا نخليكم جميع مع الغرب ما عرفتش شنو جبت كلشي والله ما جبت كلشي اقسم بالله ما جبت كلشي راه جبت كلشي انا ندير لكم كل نهار مسلسل كل نهار فيلم حتى انا راه شحال ديال سميتو كيجيني والله ما كنجاوب عليهم كما قلت لكم كنجاوب اللي جاوبته راه كنجاوبه باحترام وبثقه في النفس وانا كنضحك بواحد الطريقه اللي هو غيندم على النهار اللي فكر يكتب داك التعليق واللي ما كيكونش عندي الخاطر ولا مزاجي ما كيكونش يعني رايق باش نجاوبه كنخسرش عليه ومكتعصبش عليه بلوك ديليت سالينا سالينا من انت من انتي باش نعطيكم قيمه في حياتي نجاوبكم نخاله 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 انا من داك النوع اللي بغيتي تقتلي شي واحد ولا ديريه ما تجاوبيش ما تعبريش ما شايفاكش انا مش شايفاك حبيبتي مش شايفاكي انا اصلا 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 دونك من هنا الغدا من هنا الصباح تبقاو تكتبوا تنتقدوا تعيروا تعلقوا وات ايفر اللي كان انا اساسا وسقتو دوك بحال دوك النوعيات اللي كيبقاو يعلقوا على الدفران واش 20 مره نقول لكم يا حبيبتي يا حمار سير ديها في مرتك اوكي ديها في مرتك ولا تلبس لك مقاد ودير لك تفيرات ودير لك شي زوين باش ما تبقاش تشوف شي حاجه اخرى اوكي هذه وحده ثاني حاجه البنات اللي كينتقدوا الدفران حبيبه لا غيرتي سيري للصالون شري ديال 10 درهم ديال 20 درهم ولصقيهم اوكي ونكلخا ونكلخ شي في مره قلت لكم انا ما كنخدمش بيدي وتا انا خدمت بيدي اون سي جامي شي نهار اضطريت خدمت بصبيعاتي الجميلين والديا ووالدي اخوتي اللي كياكلوا ما يسقكمش ما تنطيبوا ليك تنطيب ليك وقول لي كنعيف او ماي جاد اي كانت اوكي ما حدي ما كنعطي لحد ما كلتي حتى حد ما يتدخل مع انني انا ما كنطيبش بايديا انا كنخدم بسباتولا دائما خدامه بسباتولا خصني نطرق لي حيت من اكثر التعاليق اللي كيجيني في الفيسبوك في واحد الصفحه عندي حاطه مسمن بدقيق القلب صحي كيقول كنت مسمن صحي والضفران وانت سوقك 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 اش خلاها الملك ماشي سوقك ماشي سوقك كنت كنتفرج في واحد الانترفيو الحسن الثاني الله يرحمه ماشي سوقك It's not your business. It's not your business. It's not your problem. هذاك مشكلتي انا ندير ضفران ما نديرهمش غنوكل بهم شي حد ما نوكلش بهم. It's not your business. تعلموا كل واحد يديها في شغله. اما الناس اللي غيطلعوا يقولوا لي انت علقتي انا من حقي نعلق انا في السوشيال ميديا غنتقد لي كوليغ اللي معايا في السوشيال ميديا كوليغ عجبتني من حقي حيت على حساب مستوى بزاف القنوات هما كيطلعوا وحنا القنوات اللي كنكونوا كنخدموا على راسنا وكنخسروا فلوس محتواهم التافه القنوات الصغرى او القنوات اللي يلا كتكون باديه كتبقى نازله مع علم ان قناتي ماشي صغيره وقناتي ماشي يلا باديه قناتي راه 6 سنين وفيها 23 دابا قربنا 23 الف مشترك انا كما قلت لكم برك عليا 10 اللي غيتفرجوا فيا نقيين ومزيانين حسن ليا من ديك 20 الف كامله يعني يتفرجوا فيا سميتو حسن ليا 100 حسن ليا من ديك 50 الف ولا 100 الف الا غيكون كلشي هاد المحتوى اللي كيتفرجوا فيهم الناس كيدخلوا يعيروهم وكتلقاي كيتفرجوا فيه وعاجب الحال على ود جوج دراهم ماشي جوج دراهم هما بيان سور كيدخلوا الملايين من دوك المشاهدات انما انا ما قدرش نحط راسي في بلاصتهم
انا ما قدرتش نحط راسي في بلاصتهم. انا الخدمه في المغرب ما خدمتهاش باش ما تحد ما يتحل عليا، تحد ما يتحكم فيا، تحد ما يكون يحسب لي راسو غيعطيني شي حاجه غادي يتحكم فيا ولا يديرني عبد عنده. اوكي قال لي غير اليوتيوب وا ستوب بليز، كل واحد يشد بلاصتو ويعرف حدوده وشويه الناس الاخرين يدير بحسب القنوات اللي صغرى. انا ما كنحسبش راسي صغرى وما كنحسبش راسي كبرى وما كنحسبش راسي حتى شي حاجه، حيت الحمد لله انا ما عطلتش على اليوتيوب. وقلت لكم 20 مره انا ما محتاجه لا اليوتيوب لا ياكلني ولا يعيشني ولا يلبسني ولا يندير به دار. الحمد لله انا راه داكشي اللي كنصرفوه على كلاي كثار من داكشي اللي غيقدر الناس كيصرفوه على راسهم ولا غيجي من اليوتيوب. باش نعطيكم باش نكونوا فاهمين، انا نهار درت اليوتيوب ما درتوش على تدع راس كامل. الدليل انني في السنين هادي وقناتي ارباحها معروفين، مشاهداتها معروفين، وكنت انني دايرها على ود الفلوس. غادي نقلب ولا غادي ندير انا شي حاجه باش نقدر نزيد لقدام، كون راني غندير شي محتوى تافه باش نطلع به للطوندونس نتعرف. ولكن انا ما درتوش، انا درتو مزاج حيت كان كيعجبني داكشي ديال الطبخ، فلوغات، وصفات طبيعيه كنشاركها معكم، شي حاجه اللي زوينه لانني انا درتو عن هكا خاصني كيعجبني نصور. كنت كنحط في الفيسبوك وانستغرام، مني ولا اليوتيوب مع انني درتو معطل دخلت ليه، ما دخلتش لينا على فلوس الحمد لله. داكشي قلت لك اللي كنصرف على راسي ولا نصرف على كلابير اكثر من داكشي اللي غادي نصور انا من ديك اليوتيوب، باش تكونوا متفقين. اوكي ما كاينين الناس نساكن اللي دايرين القنوات باش يعاونوا راسهم باش تعاون عائلتها. الوغ الكبار القنوات الكبار ما تستغلوش كلشي، خليو الناس شويه. انا عجبتني الفكره اللي دار هشام واش ما كوتور اللي دار في الانستغرام، حط انه يقدر يدير دعايه للناس، عجبتني وبارطاجيتها عندي في انستغرام مع انني ما معروفه كبيره من صغيره. عجبتني وشجعتها وايدتها باش الناس كامله تستافد. قال لك بارطاجيوها ما امكن باش كلشي اللي بغى يدير شي حاجه، فكره زوينه انه يدير اشهار للناس فابور. قال لك الناس اللي عندهم يلا شي مشروع بادين فيه وما عندهمش امكانيات باش يديروا شي دعايه، لان حتى الدعايه دابا ولا بيبليسيتي سواء كنتي غديريها عند شركه اللي كتكون معروفه او لا عند يديروها لك بلوجرز او لا يوتيوبرز او لا انفلونسر او لا اي واحد، راه كتعطيهم فلوس باش كيديروا داك الاشهار. الوغ قال لي الناس اللي ما عندهمش يصيفطوا لي انا ندير لهم فابور. الوغ هادو هما الناس اللي خاصنا نشجعوهم، هادو هما الناس اللي خاصهم يطلعوا للطوندونس، هادو هما الناس اللي خاصهم يبانوا، هادو هما الناس اللي يستاهلوا انهم يكونوا مفتخرين حنا بهم كمغاربه. انه كيفاش فكر يعاون الناس؟ قالك ما بغيت والو، بغيت الله يرحم لك الوالدين، الله يرحم ليك والديك، هادشي اللي بغيت. قالك فكره زوينه، هادي فكره زوينه في وقت اللي اليوتيوبرز اولا الناس اللي معروفين كياخذوا اثمنه باهظه باش كيديروا بيبليسيتي سواء القنوات سواء صفحه على انستغرام ولا اللي كان كياخذوا مواقع باش يحطوا لك الموقع ديالك في الصفحه ديالو، كياخذ عندك فلوس اموال. علاش علاش اختي ما تعاونيش مع الناس اللي بحالك اولا اللي صغر منك وتبارطاجي مره فشحال شي قناه اللي تكون هكا يلا باديه عادي؟ شنو غادي تخسري؟ ديك غادي تحطيها في الموقع، ما عندك ما غادي تخسر، ما غتخلصي على ضريبه ما غتخلصي على كرا. المهم طولت عليكم الفيديو ولكن المهم كان خاصني نهضر فيه على بزاف الحاجات. تسلموا لي فراسكم وحسيت طاقتي مشات، مابقاش عندي الخاطر ندير خاطر والمرور نصور دابا شي فيديوهات والطاقه سلبيه والتلمو بصراحه خرجتها حيت فريمون داكشي كتبقاي تشوفي فيه اليوم تشوفي فيه اليوم تشوفي فيه اليوم وكتعاودي تشوفي وكتعاودي تشوفي وكتديباسي كياخذ من طاقتك، دونك خاصني نهضر فيه. ودابا حيدت شو صافي دابا واخا حسيت براسي عييت، حيت انا ملي كنبدا نهضر كنغياجي بواحد الطريقه اللي بلا 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 ما كنبقاش نسكت. هذا الخيب فيا ولكن انا دابا سكت، انت بالي الفيديو غيب طوال وما فيهش اللي بقى مضاربه معايا ولا هذا، حيت بغيت نحطوك فيما هو عفوي تلقائك فيما جا. اي دونت كير، تهلاو لي فراسكم، نشوفكم في فيديو جاي ما عرفتش شنو نقول فيه. يلا باي، ما نقول لكم لا بارطاج لا لايك لا. يلا تهلاو لي فراسكم بنات، نشوفكم في فيديو جاي. شوفوا الضو كيمشي ويجي لراسو، هيا الشمس تغرب هيا الشمس تمشي. Bye-bye.